الأبراج الناجحة هذه الفترة، هل يمكن أن تنتظر من برجك إنجازات كبيرة؟ أن تكون ثرياً ومشهوراً هو حلم كل شخص على هذا الكوكب تقريباً. نحن نكره أن نحمل لكم أخباراً سيئة، ولكن بالنسبة للكثيرين منا سيبقى حلم الثروة والشهرة على هذا النحو ولن يتحقق أبداً. على الرغم من أن السؤال الذي نريد جميعاً الإجابة عليه هو أي برج هو الأكثر نجاحاً؟ في الواقع يميل الأشخاص الأكثر نجاحاً إلى أن يكونوا أولئك الذين يجدون اتخاذ القرار أمراً سهلاً، ويمكنهم في بعض الأحيان أن يكونوا حازمين. لذا هل هذه المهارات متوفرة لديك؟ اكتشف معي ما يقوله خبراء الفلك عن الأبراج وحظوظها من النجاح لهذه الفترة. في المركز 12 برج الحوت. آسف يا عزيزي، أنت الأقل حظاً من حيث النجاح خلال هذه الفترة. شخصية مواليد برج الحوت محبة جداً، إنهم يفضلون تكريس وقتهم وجهدهم لنجاح أسرهم بدلاً من أي شيء آخر. في المركز 11 برج العذراء. كمال العذراء يعيقهم. أفراد هذا البرج هم من أصحاب الكمال التام، وهو أمر رائع على الورق، ولكن في الواقع يعني أنهم متطلبون للغاية، ويمكن أن يكون من الصعب العمل معهم جنبا إلى جنب. في المركز 10 برج القوس. النجاح ليس صديقك دوما. شخصية برج القوس قبل كل شيء تدل على أنهم باحثين عن الإثارة ويقدرون حقا استقلاليتهم. يضع هؤلاء الأشخاص حاجتهم للمغامرة والاكتشاف والمتعة قبل كل شيء آخر، بما في ذلك نجاحهم. لكن الخبر السار بين هذه الأخبار كلها أن مواليد القوس يعتبرون من الأبراج التي تمتاز بالطرافة. في المركز 9 برج السرطان. مولود هذا البرج لا يهتم بالنجاح، إنه يفضل رعاية أصدقائه وعائلته، وبالتالي يقيس النجاح بشكل مختلف عن علامات الأبراج الأخرى. بالنسبة للسرطان فإن النجاح المهني أقل أهمية من أن تكون شريكاً وصديقاً جيداً. في المركز 8 برج العقرب. موقفك يمكن أن يخذلك. مواليد العقرب لا يعرفون الخوف ويحبون الطموح. لديهم حقا ما يلزم لمتابعة فكرة أو مشروع حتى النهاية على الرغم مما يعتقده الآخرون. يميل هؤلاء الأشخاص إلى أن يكونوا مستقلين جدا، ولا يحبون بالضرورة الاستماع إلى نصائح الآخرين أو أخذها في الاعتبار، مما يجعل العمل معهم صعبا في نهاية المطاف. في المركز 7 برج الثور. يمكن أن يحقق برج الثور نجاحا كبيرا، ليس هناك شك في ذلك. فالأشخاص الذين يتمتعون بشخصية الثور يعملون بجد ومستعدون دائما للذهاب إلى أبعد ما يمكن من أجل تحقيق النجاح، على الرغم من أن تألقهم قد يتفوق عليهم بسبب موقفهم العنيد والمتغطرس. في المركز 6 برج الدلو. ذكاء الدلو يعني أنهم ناجحون. مواليد الدلو هم شخصيات مفكرة تعشق تحليل الشخصيات والمواقف على أمل تحقيق الكمال في نهاية المطاف. شخصية الدلو موثوقة وتعمل بجد. ثق بنا عندما نقول أنك تريد أحدهم في فريقك. ذكاء الدلو هو السبب وراء نجاحه مقرونا بأفكاره المبتكرة. في المركز 5 برج الميزان. طبيعة الميزان التي تعمل بجد تجعله ناجحا. مواليد الميزان متعاونون ولديهم اهتمام كبير بالتفاصيل عندما يتعلق الأمر بالمسائل المهنية. هؤلاء الأشخاص يطالبون أنفسهم بشدة ويعملون بجد من أجل الحصول على النتائج التي يحلمون بها.
في المركز الرابع برج الجوزاء. يتمتع الجوزائيون بموهبة مذهلة. مواليد هذا البرج يكون رؤساء تنفيذيين ورجال أعمال، وهو ما يفسر سبب امتلاكهم لمثل هذا الذوق الطبيعي في الأمور التجارية. إنهم متواصلون رائعون، وهذه هي موهبتهم في التواصل بالتحديد التي تساعدهم في تحفيز الناس من حولهم وإلهامهم. يحقق مواليد الجوزاء نجاحهم الأكبر عندما يعملون في إطار فريق. في المركز الثالث ضمن القائمة برج الجدي. مولود الجدي طموح للغاية، شخصيته منضبطة وطموحة ومركزة. عندما يضع مواليد هذا البرج خطة يمكنك الاعتماد عليهم لتحقيق النجاح. إنهم حذرون للغاية، وقبل القفز إلى الأشياء فإنهم يحبون تحليل جميع الاحتمالات الممكنة من أجل ضمان أفضل النتائج المتاحة. في المركز الثاني برج الأسد. الأسد أكبر مطارد للجوائز. مواليد هذا البرج يتمتعون بشخصية تصنع القادة الرائعين. إنهم لا يخافون أبدا من اتخاذ القرارات الصعبة، ينضحون بالثقة ويستمتعون بالتحدي المتمثل في حل المشكلات التي عادة ما تخيف الآخرين. إن تصميم الأسد وقوة إرادته يعني أنهم سيحققون دائما أهداف مشاريعهم. في المركز الأول على القائمة برج الحمل. الحمل هو أنجح الأبراج. شخصية برج الحمل محددة وواضحة، وتعني مواقفهم أنهم يعرفون كيفية إنجاز الأمور بكفاءة وثقة. مواليد هذا البرج يريدون أن يكونوا الأوائل في كل شيء، والميدالية الفضية حقا غير واردة بالنسبة لهم. إنهم الباحثون عن المراكز الأولى ولا يقبلون سواها. بفضل طبيعتهم الدؤوبة يميل هؤلاء الأشخاص إلى النجاح في كل ما يفعلون إلى حد كبير. اكتب لي في التعليقات إلى أي برج تنتمي أنت، وهل تعتبر نفسك ناجحا أم أنك مع الأبراج التي تعتبر الأقل نجاحا؟